من تحته أصبع بريطاني، أي أن البريطانيين يبدو وكأنهم يفهمون ويشاركون من كل عمل في هذا العالم. أعتقد أن عبارة السلطان عبد الحميد الثاني هذه يجب أن نتذكرها أكثر هذه الأيام. يأتي البريطانيون بهدوء وعمق. البريطانيون هم أكثر من يعرفون شمال إفريقيا والعالم العربي والبلقان والقوقاز، أي الجغرافيا العثمانية والجغرافيا الهندية والصينية. قام البريطانيون بإضفاء الطابع الرومانسي على الإمبراطورية البريطانية وهيمنتها، والتي وصفوها على أنها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس أبدا. وتمكنت الإمبراطورية في جميع القارات الثلاث من السيطرة على العالم الإسلامي من الخارج، وبطريقة تحول الإسلام من الداخل من خلال الإسلام نفسه. يعود الفضل في نجاحهم إلى تحقيق الاستراتيجيات التي طوروها. لم يكن الأمر بالأمس فقط، بل الأمر هو نفسه اليوم. لم يسيطر البريطانيون على العالم الإسلامي إلا باحتلالهم جغرافيا وسياسيا وعسكريا. لقد طوروا شكلا من أشكال الإمبراطورية. ولعله يشير هنا إلى بعض حكام الخليج والجزيرة العربية والذين كانت تدفع لهم بريطانيا آلاف الجنيهات الذهبية لكي يسقطوا الخلافة العثمانية ولكي يتحالفوا مع الإنجليز، ولا يزالون حتى الآن. يتابع يوسف كابلان: لقد طوروا شكلا من أشكال الإمبريالية من شأنه أن يعطل ويغير ويدمر علاقات الشعوب المسلمة بالإسلام، على عكس الإمبرياليين الآخرين، أو فعلوا ذلك بشكل أكثر بروزا منهم. هاجموا من الخارج والداخل على حد سواء. ولعله يشير هنا إلى المعركة التي تدور رحاها الآن داخل تركيا بشكل خاص، ونتيجة هجومهم الخارجي تسببوا في انسحاب الحضارة الإسلامية من التاريخ، كما حاولوا شل علاقات المجتمعات الإسلامية بالإسلام من خلال الهجمات من الداخل. الاستراتيجية التي أسميها الهجوم من الخارج والداخل كانت الاستراتيجية البريطانية لإقامة هيمنة إمبريالية على العالم الإسلامي، تستند على ركيزتان: أولا، إبعاد الإسلام أي الحضارة الإسلامية عن التاريخ كعنصر فعال في صنع التاريخ، ومن ثم إبعاد المسلمين عن الإسلام في الواقع. كان هذا هو الجوهر والهدف الرئيسي للاستراتيجية التي استمرت قرنين، والتي أطلق عليها البريطانيون المسألة الشرقية. بعد قرنين من الصراع نرى أن البريطانيين قطعوا مسافة كبيرة في كلتا القضيتين الأساسيتين. وهنا يحذر يوسف قبلان الانتباه من البريطانيين. إذا بحثنا بعناية يمكننا أن نرى بسهولة أن البريطانيين ركزوا على العالم الإسلامي على وجه الخصوص، حيث ظل البريطانيون يحددون مشاكل وحدود العالم الإسلامي لمدة قرنين، ولا يوجد فاعل آخر يعرف إمكانيات ونقاط ضعف العالم الإسلامي أفضل من بريطانيا من بين جميع دول العالم. هاجم البريطانيون العالم الإسلامي خارجيا بشكل فعال وداخليا عن طريق العقلية، وقاموا بجميع أنواع الاستعدادات لمنع الإسلام من الظهور على مسرح التاريخ كلاعب يصنع التاريخ في المستقبل. لهذا اخترعوا أولا الوهابية في المملكة العربية السعودية، وثم المنطق الخارجي، ثم القديانية، الجماعة الأحمدية في الهند. يتابع يوسف كابلان متسائلا: ما هذا؟ إظهار الموت والملاريا مقنع طبعا. قام البريطانيون بتوطين اليهود في فلسطين وطرد الفلسطينيين وإزعاج العالم الإسلامي. لا أريد المبالغة في قوة البريطانيين، لكنهم هم الذين يعرفون العالم الإسلامي أفضل عقليا وأكاديميا. ومرة أخرى، فإن البريطانيين هم الذين اقتلعوا جذور الصين ونشأوا منها منذ حروب الأفيون. إن البريطانيين هم من استغلوا الهند لمدة 5 قرون وقاموا بتقسيمها وحرضوا شعبها ضد بعضه البعض. كما أن البريطانيين هم من اخترع الرأسمالية، أي الإنسان الاقتصادي. البريطانيون يقفون وراء مشروع طريق الحرير الصيني. غادر البريطانيون هونغ كونغ لأنهم استقروا في الصين من الداخل. لقد غادروا الاتحاد الأوروبي لتوجيه ضربة له، ولم يتعاف الاتحاد الأوروبي أبدا. من أفغانستان وباكستان والهند إلى ماليزيا، تعتبر آسيا الداخلية وآسيا البعيدة مناطق نفوذ بريطانية قوية جدا تماما مثل دول الخليج. يواصل البريطانيون استغلالهم من خلال التحكم في المعلومات أو الدماء.